بحث رئيس البرلمان المصري علي عبد العال مع رئيس شركة تويوتا تسوشو اليابانية ساتوشي أوزاوا تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين. جاء ذلك على هامش زيارة وفد برلماني مصري رفيع المستوى لليابان. وخلال اللقاء أشاد عبد العال بالدور الإيجابي الذي يقوم به مجلس الأعمال المصري الياباني لتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية. كما أعرب رئيس البرلمان المصري عن تقديره لمساعي شركة تويوتا تسوشو لتنفيذ العديد من المشروعات الخاصة في قطاع الكهرباء في مصر.